إضاءات فقهية لسماحة العلامة السيد هاشم السلمان. ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل الله أعمالكم وطاعتكم. هناك مسألة قد نبهنا عليها سابقا ولكن تحتاج إلى تكرار التنبيه، وهي أنه قد يصاب البعض بإصابة أو يخضع لعلاج أو إجراء عملية في المستشفى، وبعد أن يقيم في المستشفى يجد نفسه أنه لا يستطيع أن يصلي بتمام الشروط، يعني لا تتوفر له كل شرائط الصلاة. مثلا لا يستطيع أن يصلي مع طهارة اللباس، ما عنده لباس طاهر، أو لا يستطيع أن يطهر جسده، أو لا يستطيع أن يستقبل القبلة، أو لا يستطيع أن يقوم من سريره ويصلي وهو قائم مثلا، أو لا يستطيع أن يتوضأ أو يتيمم مثلا. فتجد البعض بما أنه يفقد هذه الشروط كلها أو بعضها يؤجل الصلاة، يترك الصلاة طيلة بقاء في المستشفى، لا يصلي، قد يمضي عليه أيام، أسبوع، عشرة، قد شهر، على أنه أنا لم تتوفر لدي شروط فأصليه قضاء بعد خروجي من المستشفى. هل هذا صحيح؟ قلنا سابقا أن هذا غير صحيح دائما. نعم في حالات قد يكون صحيح، ولكن ليس في كل الحالات يكون صحيح. وحتى نعرف الجواب بالتفصيل نبين بعض الأمور. طبعا نعلم بأن الصلاة فيها شروط وقيود، لكن خلي احنا الآن نذكر بعض القيود اللي أنا ذكرت بعض أمثلتها المأخوذة في الصلاة. مثلا القبلة، لا إشكال أنه يجب على المصلي أن يستقبل القبلة، ولكن السؤال هل استقبال القبلة شرط في كل الأحوال أو مع الإمكان، يعني شرط مطلق أو مع القدرة؟ الجواب لا، مع القدرة. أما إذا لم يمكنك أن تستقبل القبلة، إما لأنك لا تعرف القبلة أو أنت في وضع لا يسمح لك استقبال القبلة، هنا لا يجب عليك استقبال القبلة. ولهذا من يسافر مثلا جوا أو بحرا أو غيره ولا يستطيع أن يستقبل القبلة، يعني ليس له وقت يستطيع أن يصلي وهو متجه إلى القبلة، بعد لا يقول أنه أترك الصلاة. وهذا قد يكون البعض تجد اللي يسافرون سفر طويل مدى 14-10 ساعات بعضهم ما يصلي بالطائرة. ليش؟ يقول أنا ما أقدر أستقبل القبلة، خلاص لما بعدين فتمر عليه أوقات الفرائض وما يصلي. هذا مو صحيح. أنت استقبال القبلة مع الإمكان، وأما إذا لم يمكنك أن تستقبل القبلة فعليك أن تصلي مع القدرة بأي جهة. إذن لما يكون الإنسان لا سمح الله في مستشفى ويقول لك أنا ما أستطيع أتحرك وسريري مو مستقبل للقبلة، إذا ما أمكنك أن تقوم وتوجه نفسك أو تكون جهة القبلة، إذن تصلي ولو خلاف القبلة. الثاني مثلا، الشرط الثاني نقول هو أفعال الصلاة. كما تعلمون أن الصلاة عبارة عن قيام، ركوع، سجود. البعض يقول أنا ما أستطيع أقوم من سريري، ما أقدر أسجد، ما أقدر أركع، ما أقدر أوقف، إذا أنا بما أني ما أستطيع أأخر الصلاة ولا أصليها. هل هذا صحيح؟ الجواب لا. أيضا موضوع القيام والركوع والسجود يقدر كل شيء بقدره مع الإمكان، فإن أمكنك القيام عليك القيام، أمكنك الركوع عليك الركوع، أمكنك السجود. إذا لم تمكن كل شيء ينقص بحسبه. ولهذا الآن اللي ما يستطيعون القيام لمرض في رجليهم أو لعملية في الظهر نقول له والله ما تصلي لما تطيب، أو مثلا اللي مسوي عملية وما يستطيع السجود نقول والله اترك الصلاة إلى أن تطيب، لا، وإنما تصلي بما يمكنك، بما يمكنك تصلي. إذا في هذه الصورة دي ما يقول والله أنا أخر الصلاة لأني ما أقدر أقوم، وإنما صلي، تستطيع أن تصلي
وأنت واقف فقط صلي وأنت واقف، تستطيع أن تصلي وأنت جالس وأنت جالس، تستطيع أن تصلي وأنت مستلقي على الجانب الأيمن صلي، مستلقي على ضرس ولو بالإيماء، ولو بالإيماء إذا لا يسقط. من الشروط التي نعلم باشتراطها طهارة البدن وطهارة اللباس من النجاسة الخبثية. هناك نجاسات 10 اللي هي بول ودم ومذي مني مثلا وميت وغيرها، هذه يسمونها نجاسات خبثية. أنا لما يصير بدني مصاب بنجاسة بول أو برانز أو دم أو مني لا يصح لي أن أصلي مع وجود هذه النجاسة، سواء في بدني أو ماذا في لباسي، هذه في الحالة الاختيار. ولكن إذا ما أمكنني أنا أن أطهر نفسي، وبرضا الآن أنا أصبت بجنابة مثلا في طريق وما أمكنني الآن، وأنا راح أغتسل ما عندي ما يغتسل ولا عندي مكان، فهل نقول والله أترك الصلاة إلى أن تصل إلى بلدك حتى بعد خروج الوقت؟ لا، عليك أن تصلي وإن كنت مصابا بالنجاسة. إن أمكنك أن تغير غير، مثلا والله أنا عندي ملابس ثوب علي ثوب وعلي داخل ملابس هاف وفانيلة، إذا تقدر تنزع الثوب وتبقى بالهاف وفانيلة من دون حرج انزع الثوب وبقى بالهاف وفانيلة بدون حرج. لا والله علي حرج أنا ما أستطيع، إذا ماكو مانع أن تصلي مع نجاسة لباسك. طبعا أنا لما أقول تصلي يعني ما عندك وقت تستطيع أن تصلي فيه مع الطهارة، يعني تمام الوقت أنت لا تستطيع أن تصلي مع الطهارة، هذا مقصودي. إذا أنت لما سمح الله تكون في المستشفى وملابسك والله تقول أنا مسوي عملية وفيها دم، أو بعض المرضى ما من الله عليهم بالشفاء والعافية تبول وتبرز في مكانه، هذا ما يقول والله آخر الصلاة، لا عليك أن تصلي ولو مع نجاسة البدن ولو مع نجاسة اللباس، إذا لا تسقط الصلاة في حالة. الأمر الرابع الطهارة من الحدث، يعني أن الإنسان إذا كان محدثا بالحدث الأصغر أو محدثا بالأكبر لابد أن يتطهر، وطهارة الحدث الأصغر بشنو؟ بالوضوء، وطهارة الحدث الأكبر بالغسل. هنا إذا كان أفرض الآن محدث بالأصغر وعليه أن يتوضأ، ما يقدر يتوضأ، ما يقدر يتوضأ، ما يستطيع يقوم من سريره، إذا لم يمكنه الوضوء ماذا يجب عليه؟ التيمم، خلاص إذا وظيفته أن يتيمم، لا يستطيع أن يتيمم، لماذا؟ إما أنه لا يوجد تراب، لا يوجد طين، لا يوجد ما يسمح، أو لا يستطيع أصلاً يحرك نفسه. إذا ما يستطيع أن يحرك نفسه هل يوجد من ييممه أو يوضعه؟ إذا وجد من يوضعه أو يممه عليه أن يطلب أن يوضع أحد أو يمم، ما وجد أحد، لا يستطيع أن يتوضأ، لا يستطيع أن يتيمم، ماذا يسمى؟ يسمى بفاقد الطهورين، بفاقد الطهورين. لو إنسان كان في حال من الأحوال لا يوجد عنده ما يتوضأ ولا يوجد عنده تراب أو شيء يتيمم عليه، هذا يسمى بفاقد شنو حكم هذا؟ نعم، هنا في هذه المسألة يوجد اختلاف بين الفقهاء. الكثير منهم ماذا يقول؟ يقول خلاص يسقط عنه الأداء وعليه القضاء، إذن هالصورة هي التي يصح له ماذا؟ أن يؤخر الصلاة إلى وقت آخر. الكثير منهم يقول يسقط الأداء وعليه مو تسقط الصلاة نهائيا، لا، وإنما عليه القضاء فيما بعد. ولكن هناك بعض الفقهاء يقول لا، الأحوط أن يجمع بين الأداء وبين القضاء، بين الأداء وبين القضاء، ولا إشكال أنه هذا أبرم الذمة. إذن الخلاصة أرجو أن تكون المسألة واضحة، أن الصلاة مو دائما تسقط ولا يجوز تأجيلها، وإنما يجوز التأجيل أو يجب في حالات وصور معنى معينة. هذا والحمد لله.